الممثل الشهير أحمد حلاوة يفارق الحياة بعد صراع مع فيروس كورونا، ووفاته تحزن محبيه في مصر والعالم العربي. توفي الممثل المصري الشهير أحمد حلاوة بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا عن عمر ناهز 73 عاماً. الراحل أصيب بالفيروس قبل نحو شهر على وفاته، وقد تسببت له الإصابة بأضرار وصفها الأطباء بالخطرة، أدخل على إثرها على غرفة العناية المركزة بحسب معطيات موقع اليوم السابع. كذاب في أصل وشك، الصعايدة ما بيخلصوش. نقابة المهن التمثيلية في مصر نعت الممثل في منشور عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك، قالت فيه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله، قنع نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى الفنان أحمد حلاوة، ونحن إذ ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم الله ذويه الصبر والسلوان. في أحد اللقاءات الإعلامية معه تحدث حلاوة عن عمق العلاقة التي تربطه بالفن، قائلاً أن حبه للفن كبر معه منذ الطفولة. والدة الممثل الراحل كان لها الدور الأبرز في مسيرته الفنية، إذ تعلم منها أنه عليه أن يلاحق ما يحبه وأن يمارسه عن علم ومعرفة. ميوله للفن تطور بعد أن أرسله والده إلى فرقة الفنان إسماعيل ياسين وإلى المسرح القومي. حلاوة لطالما اعتبر أن عائلته التي كبر بين أفرادها كان لها الأثر الكبير في تنمية موهبته، إذ وصف الراحل والده ذات مرة بأنه شخص مثقف وقارئ كبير تخرج من الأزهر، وكذلك كان جده أيضا. يعني عشان حد يتعلم لازم يكون عنده يتقبل موهبة لا تقل عن 60-70%. شائعات عديدة انتشرت منذ مدة عبر شبكات التواصل تحدثت عن وفاة حلاوة، وهو ما أزعج عائلة الممثل كثيرا، فطالبت ابنته هبة بالدعاء له بدلا من نشر أخبار غير دقيقة. أما تأكيد خبر وفاته اليوم من قبل النقابة فخلق موجة حزن واسعة على شبكات التواصل في مصر ودول عربية عديدة، حيث ودعه محبوه بكلمات مؤثرة.